والله انا ما عملت حاجه، انا رحت معاها بس. بابا انا بهدلتهم بما فيه الكفايه، خش بس اعرفها ان انت زعلان. ايه اللي حصل يا مرزوق؟ هاجر اتفقت معانا يا بابا اللي احنا هنروح نمثل قدام الكاميرا مع الممثلين وهناخد فلوس. فالمهم كنت انا وناس بنعدي من قدام الكاميرا، فشفت اكرم، كان هو وواحده قاعدين، والواحده دي كانت سانده دماغها على كتفه كده. ولا كمل يا مرزوق. وبس بعدين شافنا وجري ورايا انا وبدريه، بعد كده جري ورا هاجر وضربها وشدها من شعرها. ما اتجوزش بقى من عندك، ده ما حصلش على فكره. سيبنا دلوقتي يا مرزوق. بابا على فكرة لو اللي في دماغي طلع صح هيبقى في مشكلة كبيرة ما بيننا. وإيه اللي في دماغك بقى يا ساكر؟ أنا جاي تزعل عشان اللي حصل. لا أنا جاي مش جاي أتخانق ولا حاجة، أنا جاي أفهم. تفهم مين؟ أختي الصغيرة وأنا أخوها الكبير وبربيها. استنى عندك، لما أبوها يموت يبقى ربيها، أنا لسه ما أموتش يا ساكر. بابا هتشرع عنك أكيد مش قصدي. وبعدين أختك متربية. بجد والله؟ طيب هي اللي متربية ديت تكذب على أمها؟ وتاخد أخواتها معاهم وتقعد مع ناس ما تعرفهمش؟ عشان 200 ولا 500 جنيه؟ لآخر مرة يا أكرم بقولك احترم نفسك في ردودك. أنا بجد مش فاهمك يا بابا. أنت جاي تكلمني أنا؟ طب ما تخش تسألي هي عاملة كده إزاي؟ امنع عنها المصروف، حاسبها ولا أي حاجة. وأنت ليه يا أخويا ما جبتهاش البيت بالراحة وسألتها عملت كده إزاي؟ بدل ما تجري وراها وتهزها قدام الناس وتهزأ نفسك أنت كمان. على لو في حاجة تيجي تقولك بدل ما تخبي عليك وتكذب. أنت كنت عاوزني أعمل أنا كده؟ أنت ليه مصمم تتعامل بشخصيتك؟ أنا مش زيك يا بابا. ومين قال لك يا ابني إن أنا عايزك تبقى زيي؟ أمال عاوز إيه؟ عاوز إيه؟ جاي تكلمني أنا ليه؟ خش قول لهم إن أنا أخوهم الكبير وإن كلمتي مسموعة عليهم. آه ده على أساس إنك قدوتهم. وأنت مش شايف كده؟ أنت عايش الكلام سلف يا أكرم. سلف؟ آه سلف. بتقولوا ما بتعشوش. القدوة مش كلام يا حبيبي. القدوة فعل. لما أخوك يشوفك وهي واحدة مرمية في حضنك هيتعلم إيه؟ ممكن تقول لي هيتعلم إيه يا أكرم؟ عندك حق. هيتعلم ايه؟ على فكره يا بابا دي مدير التسويق اللي في الشركه اللي قلت لك عليها قبل كده. كانت متضايقه وعاوزاني اقعد معاها. عادي يعني. وعلى فكره مش في دماغي اي حاجه تانية. قابلها عشان اطمن واشوف العقد بتاعي همضي امتى. وانت عارف كويس جدا العقد اهم حاجه في حياتي. وده اللي هينقلني في حته تانية خالص. خسارة. من حقك تكبر يا أكرم، ومن حقك تتنقل، بس علشان شغلك مش علشان واحدة متضايقة وانت بتطبطب عليها.